اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج الملكه تواجه. العيد قرب، كل عام وانتم بخير. طبعا الفتره دي كلنا بنهتم بشعرنا وبشكلنا وبجمالنا عشان دخلت العيد، بس خليني اقول لك على حاجه مهمه الاول. اهتم بشكلك وبجمالك عشانك انتي، عشان انتي ملكه، مش عشان طرف تاني، مش عشان جوزك، مش عشان رايحه الشغل، مش عشان صحابك. خليكي دايما ملكه. عشان تكوني ملكه وتكوني زي القمر، معايا خبيره التجميل اللي دايما بتنورني، بيري صاحبه بيوتي سنتر امرايا. اهلا بيكي يا بيري، دايما منوراني. المره اللي فاتت فيونكا والمره دي قطتين، ايه الحكايه؟ قلت بس النهارده هعمل حاجات كويسه شويه فخليني براحتي. زي القمر دايما، ربنا يخليك. انت عارفه ان الفتره دي كله طبعا بيهتم بشكله وبشعره وجماله. ما اعتقدش والله، كله قاعد في البيت، بس ان شاء الله هنغير الفكره. حتى لو احنا في البيت لازم نهتم، وزي ما انا قلت اهتم بنفسك عشانك انت مش عشان حد تاني. طبعا الاهتمام بنفس ده ليه حاجه تانية خالص، غير ما تبقي قاعده وحاسه ان انت قاعده. خلاص احنا كده كلنا قاعدين في البيت، فاقعدي في البيت بشكل بقى مختلف، يعني حسي بنفسك بقى. لو في واحده عندها تشققات في شفايفها او ما فيهاش نضاره، ممكن نعمل لها تاتو شفايف يفرق معاها؟ بصي، هو تاتو شفايف ده بيتعمل منه حاجتين. حاجه لتكبير الشفايف وحاجه للون، وممكن تعمل اللونين مع بعض. فمعظم الناس دلوقتي بتحب تعمل شيب للشفايف بتاعتها، يعني كلنا ما عندناش شيب فبنحب نعمل لها شيب. فانا دلوقتي بعمل حاجه اسمها فوليوم شويه من فوق في الشفايف. اوكي. فبديها شويه لون وفوليوم يبقى ماشي مع لون الشفايف بتاعتها. طيب. علشان تحس انها شفايفها فيها فوليوم شويه. يعني التاتو ممكن يكبر شويه شفايف مع لون. هو احنا كلنا عندنا شفايفنا هي فيها تكة صغيرة، يعني عندنا شفايف لازم واحدة تبقى أكبر من التانية، أو سوري يعني واحدة حضنة التانية. فاحنا كلنا الاتنين ملخبطين على بعض فاحنا بنظبطهم بالتاتو. طب ممكن نشوف مع ندى هنظبط الشفايف ازاي؟ طيب أنا دلوقتي هوريكم على ندى. أوكي، احنا ممكن نطلع فاصل على ما نستعد ونرجع تاني. فاصل وراجعين على طول، خليكم معانا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، أهلا بيكم. بنتكلم النهاردة عن تاتو الشفايف، فنتكلم مع بيري. هنعمل كده تاتو شفايف على الهواء يا بيري. أنا بس هديها فوليوم شوية في الحتة دي. ده بنج الأول ولا إيه؟ حتة بس صغيرة كده. هناخد بنج الأول عشان مكان الإبرة، وبعد كده هنشتغل على طول. هتكسفنا دلوقتي؟ هو الطبيعي يعني ندى إن البنج هيوجع أكيد. دي ما فيهاش كلام. لا ما تعيطيش. احنا هنكبر الشفايف ولا هندي لون؟ احنا هنعمل لها تدويره صغيره فوق في الحته دي علشان تديها فوليوم في شفايفها. دي اسمها الشفايف تكبير، ليها اسم كده اللي هو بيدي شكل القلب من فوق. نعمل لها شيب لشفايفها. اوكي، ممكن حد يجي لك تقولي له لا ما ينفعش ان هو يعمل تاتو شفايف؟ والله في ناس شفايفها بتبقى لونها غامق قوي فبتاخد كذا جلسه، يعني ما بينفعش من مره واحده. وفي ناس طبعا مدخنين فالتدخين برضو صعب. لو حد بيدخن مش هيلقط معاه اللون على طول؟ لا، التاتو مع التدخين مش حلو. اوكي. وبياخد وقت لغايه لما يعمل لون. بس طبيعي الطبيعي هم مرتين، مره ومره ريفل، مش كده؟ في اي وجع عندك يا ندى ولا الموضوع؟ خلاص هو البنج كده مش حاسه بحاجه. بياخد ده لون وقت. بس علشان الناس بتفتكر ان ده بيكون دم، لان ولو طلعنا يا جماعه بتبقى حاجه اسمها البلازما. البلازما اللي هو الدم اللي بيطلع طبعا ده ما فيهوش اي مشكله بتاعتنا. بتستعمل اي حاجه بعد التاتو؟ لا هي بتحط بس حاجه كده مرطبه اسم معين كده علشان الماده الفعاله اللي فيه لمده 3 4 ايام وخلاص. ولو حست ان شفايفها ورمت شويه اوكي بتاخد اي حاجه الورم، مضاد للورم. طبعا انت شرفتي مش مشكله. بصي انا كده عملت لها شيب للشفايف بتاعتها من فوق. ممكن الكاميرا. هو انا طبعا يا جماعه كنت عامله من تحت عشان بس وقت البرنامج انا ما كانش ينفع اوكي اعملها كلها هوا. انا خليت لكم بس الفوق عشان اوريه لكم. تمام، هي كده احنا عملنا شيب. بصي بس طبعا الورم ده شويه هيروق، يعني بعد شويه هيهدى، مش هيبقى بالشكل ده. لا بس جميله، حلوه قوي. هي كده خلاص خلصنا.
في ممكن يجي لك يحدد من غير ما يعمل لون؟ يعني ممكن حد يجي يقول لك انا عايز تحديد شفايف من غير اي لون؟ عادي، اصل هو برضه ما بيبقاش اللون ده، احنا بعد شويه اللون ده بيختفي وبيبقى طبيعي. معانا مداخلة تليفونية، معانا أستاذة أمان الفرماوي خبيرة التجميل من السعودية، أهلا بيكي. أهلا، كيف الحال؟ منورانا كالعادة. الله يسعدك، أنا شو الأخبار معايا طيبين؟ دلوقتي على الهوا خبيرة التجميل الأستاذة بيري، بتعمل لنا تاتو شفايف. إحنا ما كنا شاء الله بنتكلم شايفاها، عشان ما شاء الله عارفاها. أي شايفاها، ما شاء الله الله كمان يخليك. غنية عن التعريف، ما شاء الله عليك. في السعودية ما شاء الله عليك يا بيري. ربنا يخليكي تسلمي. هي لا ممتازين فيها جدا زيارة، الصراحة في أنا مجال اللي التجميل. ببلغيها إن أنا بزيها يعني إن شاء الله. هي متابعيكي من السعودية على فكرة. والله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديك الخير يا رب. هي بتعمل دلوقتي تاتو شفايف، بنتكلم لو في تشققات ولا حاجة على الشفايف ممكن نعالجها بالتاتو. عايزة بقى أسألك سؤال، التشققات، لا التشققات بتاعت الشفايف بنحط عليها حاجة بتبقى لونها بيج شوية، بيج بنملى بيها الفراغات ونعمل زي عليها السوليت بتاع التاتو؟ الجسم. على فكرة انا بعمله تاتو برضو، اوكي، يعني في ناس بيبقى عندها سوليت في الجسم كده ولا حاجة، دي قصة انا بحكي لك عليها بعدين. دي عايزة الشفايف حلقة تانية دي لوحدها. حلقة تانية هبقى اوكي، اكلمك عليها. فده كمان بنعمله بمادة معينة ممكن نوحد لهم لون الشفايف بتاعتهم. طب احنا هنشتغل في الحواجب. انا هعمل لك دلوقتي بقى المايكرو. بصي طب في حاجة اسمها المايكرو شادو والمايكرو بيلدينج، تمام؟ انا عايز اعرف الفرق بين المايكرو شادو والمايكرو بيلدينج، بس خليني اخد مع اماني سؤال على ما تجهزي اوكي. الحاجة. أمين، احنا عندنا مشكلة في رمضان، قلة المية بتعمل عدم نضارة للبشرة، احنا نعالج المشكلة صحيح دي ازاي؟ والله، فعلا هو مع رمضان فعلا بيقل طبعا شرب الماي، بنقعد فترة طويلة صيام بدون شرب ماي. فيعني الاقتراح او المفروض الانسان يعمله انه هو يهتم في الفطار نفسه، انه هو يشرب شوربة، يبدأ بماي بسلطة، جعان بياكل على يعني طول. يخلي عنده نسبة سوائل كتير في بري فترة بتقول لك الفطور. الجعان بياكل على طول، مش بيشرب ميه الاول. اي والله صادقه، بس ايش نسوي؟ لازم، لاني على هذه الطريقه هتبقى مشكله يعني. حقيقي. يعني يصير جفاف في البشره، في سوء هضم، قله التمثيل الغذائي، جفاف في الجلد، اشياء كثيره. تمام. ويعني في كمان عندنا الحين الموسم عندكم، ادري الجح موجود، اللي هو البطيخ، الشمام، ترى هذه نسبه البطيخ السوائل والشمام فيها مفيد عاليه. بعد الفطار، كانت لسه بري اي من شويه هذا. بتقول لنا عايزين ناكل بطيخ. وبعدين من الافضل الانسان من الفطور لين السحور ممكن ياخذ كاستين ماي كل ساعه. تمام. في حاجه تانية غير الميه والبطيخ والشمام الفواكه؟ لو هنقول على النظاره وخاصه النظاره، لو خدنا قفشه لوز ني يوميا، انا اجزم لك ان يعني ما شاء الله البشره هيكون فيها نظاره مو طبيعيه. لو اخذنا لما ايه؟ حتى هيبقى في قفشه لوز ني، لوز. يعني قبطه يد كده، والله ده قبطة اللوز ده ما اليد كده بيتخنش. قبلها اللوز ده ما فيها. بيتخنش استاذ اماني؟ لا لا لا، هو هناخد قفشه صغيره يعني، الله ده انا بحب لو مش شربت كتير معاه ماي مع شويه رياضه يوميا شويه يا ما بيني، في مش لازم زياده نملى في الطبق الوزن. على الاخر. اوكي. نعم، لا بقول لي بيري شويه، مش لازم نملى الطبق على الاخر. لا بتقولي انت ما قلت بيتخنش؟ لوز يا جماعه، اديني لا فرصتي بقى عشان قفشه يد بس كده، قبضه اليد بس، اوكي تمام. ويكون ني، هيسوي نظاره في الوجه، لان في مضادات اكسده فيه، في يعني مميزات كتير، بالاضافه لشرب المي لازم، هذا يعني لا غنى. نبي العيد يجي يعني يكون في نظاره في الوجه جميل يعني. انت كل مره بتقولنا على معلومه مفيده، المره اللي فاتت قلت لنا على عصير الطماطم بالحليب نعمل له ماسك على الوش، الموضوع طلع حلو جدا ايه على فكره، بس انا الصراحه كنت بشربه ما بحطهوش على وشي. والله هو اهم شيء داخل الجسم يعني، مو مشكله حتى على الوجه، داخل اخذتيه كمشروب ما يخالف. بس في نقطه صغيره قبل ما انهي معاكم اللقاء، اتفضل. احب ان احنا نقلل نسبه ناكل مانجا، طماط، عشان ما نعمل احتباس للاملاح في الجسم، وهذه تصير مشكله بما ان احنا ما بنشربش ميه كثير يعني. تمام، بشكرك استاذه امين وان شاء فرماوي، الله بتكلمينا من نشوفك على خير. السعوديه. ان شاء الله باذن الله نشوفك ان شاء الله بقى بعد شهر رمضان باذن الله، وكل عام وانت ان شاء بخير، الله يا. نورتيني. بنتكلم النهارده عن الحواجب. انا بس بدات لغايه ما انت تخلصي حديثك. اوكي، قولي لي بقى وانت بتشتغلي ايه الفرق بين الشادو؟ بصي في ولا ناس ساعات حواجبها بتبقى، لو بس يعمل زوم شويه هيفهموا الفرق اللي انا قصدي عليه. ممكن نعمل زوم على في ناس بتبقى حواجبها شوية خفيفه عشان قوي الفرق. فبتبقى عايزه تعمل حاجه طبيعيه، تمام. فمش كل الناس يا جماعه بينفع معاها الكلام ده.
في ناس حواجبها خفيفه جدا. احنا دلوقتي بنتقل الحواجب. لا احنا دلوقتي انا دلوقتي عملت لها الشادو من تحت، بعمل لها عليه اللي هو النين والشعر ده. اوكي الشادو اللي هو اللي هو بنغير اللون او بنوحد اللون. احنا بندي اللون اللي تحت يبقى اخف من الشعيرات اللي احنا بنعملها دي. تمام. يعني بص كده لو عملنا زوم، حتى انا لسه ما كملتش الحاجب. ممكن نعمل زوم على الحواجب؟ يعني بص انا عايزاه بس يعمل زوم كده يشوفوا الفرق. في فرق طبعا، فاهمه؟ حلو جدا. فانا بعمله لهم بس كده طبيعي، لان هي برضو البنوته ما شاء الله وشها طبيعي. في ناس طبعا بتبقى عامله حواجبها بقى بلوك وكده فما بينفعش. جايبين الشادو. بيري في معانا صور ممكن تبصي عليها، في مانيكير جل وفي راستا كنا عايزين نتكلم عليها النهارده لو في وقت. والله انا الراستا هعمل لكم واحده بس، انا عايزه افهم بس عن الراستا دي. ممكن للناس نعمل واحده نوري بيها ان الموضوع فعلا سهل مش صعب. لا انا عندي فكره جديده عايزه اقولها لهم يعملوها علشان خاطر كلنا شعرنا بايظ ومتدمر. ايه هي؟ كلنا من قدام شعرنا من كتر الصبغات، من كتر طبعا الشعر الابيض اللي مش بتاعنا، بتاع الناس التانيين. بنصبغ كتير قوي، فعلى طول تلاقي شعرنا من قدام صغير ومقطع. فانا جايبه لهم فكره صغيره كده يقدروا يعملوا بيها الشعر من قدام. من قدام مش لازم راستا، كل الناس فاكره ان الراستا لازم اضفر شعري كله. لا مش لازم. شعرات كده صغيره هعملها دلوقتي الندى من قدام، تطولي بيها الحتة اللي قدام. طب ممكن نخلص الحاجة بسرعة وترحميها شوية من الراستا، وترحميها شوية من لو الفرق باين بين الحاجب ده والحاجب ده. خلاص هو بصي انا كده خلصت لها ده، انا كنت عامله لها التاني. ممكن نعمل زوم على الحواجب نشوف الفرق بين ده وده. يعني بصي وانا طبعا لسه في تكه كده عايزه اعملها لها. بصي ما فيش دم بينزلها ومش حاطه لها. شفت شويه غير الشفايف، بس شايف حلوه قوي على فكره. حلوه حلوه. هي ندى جميله ما شاء الله. هي قمر ندى ما شاء الله عليها. ممكن نعمل تمام. احنا كده عملنا لها المايكرو شادو. حلوة. مش عارفه بقى الكاميرا بتاعتكو هينفع تعمل زوم وتجيب الشعيرات دي ولا ايه. تمام. تمام تمام. عايزه بقى اكلمك عن الراستا. بصي يا ستي جاهزه بيها؟ يعني ممكن حد يجي لك يقول لك ان هو عايز يعمل القصه من قدام مش عايز يعمل شعره من ورا؟ لا ما فيش حد بيجي يقول لي كده، هما مش فاهمين. انت بتقترحي عليهم؟ انا بقترح عليهم الكلام ده، دي فكره انا عاملاها، فانا مش عارفه في ناس ممكن تحبها وناس لا. وبعدين ممكن كمان الناس اللي عايزه تعمل الوان في شعرها مش عايزه تهلكها، زي يعني بصي انا عامله واحده هنا كده مش عارفه كاميرا ممكن تجيبها. يعني انا ما بحبش اغير لون شعري، بحب الاسود. ممكن على ما تبداي نطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معانا. اهلا بكم مره تانية ومكملين مع بيري الامرايه. بدانا هون نعمل في الشعر من قدام. ممكن تشرح لنا يا بيري؟ هو انا بجيب شعرايه تمام اكستنشن عادي اللي احنا بنشتريه تكون طبيعيه. اوكي. وبنمسكها. ده شعر طبيعي مش كده؟ نعمل لها راسته بس صغيره من قدام. احنا هنجرب في واحده كده عشان نعرف الفكره ايه، يعني لو حد عنده مشكله في الشعر من قدام ممكن يعمل من قدام بس مش لازم يعمل الشعر كله. اصل الناس فاكره ان الراسته لازم الشعر كله يعملها. يعني انا بحبها قوي في الاطفال والله، يعني احنا اللي بقينا محتاجين كل حاجه. الاطفال دول بيقولوا يا حبايبي احنا المامات امينا. لا ممكن تدخلي لون تاني غير لون الشعر؟ هو انا بس عايزه اوريهم ان هم ممكن يبقوا طبيعيين. يعني بصي هي دي طول قصتها، يعني تمام. بصي قصتها دي ندى كمان عندها طول في القصه بتاعتها. اوكي. وده شعرها. ممكن تطولها قوي كده مع طول انا ممكن الشعر. انا طولتها لها مع شعرها. حلو قوي. يعني بصي هي ممكن يعني عارفه اعمل لها كذا واحده بقى عشان بس الوقت بتاعكم. اوكي. فانا بعمل لها كذا واحده وتفضل سايباها، بتاخد بيها شاور، تنزل بيها بسين ان شاء الله، يعني لما ربنا يفك الكرب اللي احنا فيه يعني. ان شاء الله باذن الله المحنه اللي احنا فيها دي ان شاء بس الله. بس فالموضوع ده حلو يعني. ممكن تنطر في شعرها كم واحده الوان. بس انا عامله لهم الفكره دي علشان الشعر القصير المقصف مش عشان خاطر يعملوا راسته. والناس عايزه تعمل الوان بيقولوا لي في الكاميرا ان هي جميله بشعرها اللي عملته دلوقتي. ممكن ناخد منار نعمل لها البرسنج. طيب حتساعدك انا منار بقى هعمل لها بيرسنج، بس انا هعمل منار بيرسنج في ودنها. انا كنت عايزه اعمله لها في حواجبها بس
بس ما شاء الله وشها جميل، ف مش محتاج ان هو يتعامل حاجه في وشها. انا دايما بقول للناس وشها حلو بلاش يعملوا حاجه فيه اوفر، عارفه؟ اوكي. هي جايه والله ناويه اعمله لها هنا، بس انا شايفه وشها جميل ما شاء الله، خلاص نعمله لها. فانا هعمله لها هنا في ودنها. طيب. عندنا كلنا الحته دي تبقى حساسه جدا. ما بينفعش ان يعني كلنا بنتعب وبنخاف وبنقلق منها انها توجعنا. تمام. ممكن بس تطلع لنا ودنك يا ماما. طب عشان وقت البرنامج هنعمل اخر حاجه مع بيرين. عجبني التاتو الشفايف اللي هي عاملاه قوي، الشكل حلو قوي. ما هي ندى جميله يعني، ندى انا بحب العب فيها على طول. بيعجبني لما بروح عند بيري النظافه هناك، وكل حاجه لازم جلافس وتعقيم، كل حاجه بتتفتح قدامنا، ما فيش حاجه بتتفتح واحنا مش موجودين. قوي شايفه ان البيرسينج لازم يبقى بالجن. الجن ده للنوز بس. يعني بص، لكن لو في الودن معايا دي طبعا الحاجه دي تبقى معقمه. كل ده متعقم. انا بحب اعمل ده بالجفت، ده من غير بنج ومن غير اي حاجه، من غير اي حاجه ولا بتاع. ده بيكون لازم الخرم اللي هنا يكون اوسع من بتاع المناخير وبتاع أوكي. وبتاع الودن العادي، انت فاهماني؟ لو في حاجه وجعتك يا منار قولي. لو اتعمل فوق بيبقى صعب شويه في الودن من فوق. بصي هو انا كده عملته لها اهو. انت عملتيه خلاص كده يا منار؟ انا تعبتك بجد؟ حلو قوي، ما خدناش وقت فيه. علشان بس يبقى ما يتعبهمش. الدخله بتاعت الجن الكاميرا جايباها طيب قويه شويه وبتوجعهم، ودايما اللي فوق هنا بيبقى صعب شويه، فاهماني؟ فنقدر نلبس بقى فيه اشكال كتير قوي منه. يعني في شكل لو الكاميرا تعمل زوم عليا بيبقى فيه الكاميرا تعمل زوم على بيري، الحاجات المدوره دي كده تقدر بعد كده تغيرها وتعملها براحتها. حلو قوي. نفس ما عملنا دي بالظبط بنعمل بيها هنا، بنعمل بيها هنا. يعني لو انت حابه اعمل لك هنا اعمل لك. رقم التليفون بتاع بيري متواصل موجود على الشاشه عشان تتواصلوا معاها، والانستجرام موجود يعني. تتفرجوا على كل شغلها. بيري انت نورتيني، وميرسي ان انت لبيتي دعوتي وشرفتيني النهارده. ميرسي لندى ومنار نورتوني، وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. الى اللقاء.